إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما أرادت لها السفن. من قوارب الصيد بمصر إلى عرش أرنولد شوارزنيغر. بيج رامي. ولد ممدوح الإسباعي بيج رامي في محافظة كفر الشيخ الواقعة في مصر. اتسم الفتى بالهدوء والتركيز، فكان تلميذا مجتهدا وحالما، فإلى جانب الدراسة كان مهووسا بالرياضة، وخاصة رياضة كمال الأجسام. طلب من والداه أن يدخلاه للتدرب على هذه الرياضة في مدينة بلطيم الساحلية، فوافق والداه رغم صعوبة الظروف آنذاك، إلا أنهما لم يحرماه من ذلك الحلم الذي طالما راوده. لم يستسلم، وواصل كله أمل في بلوغ هدفه يوما ما. ومن هناك بدأ مشواره الرياضي في كمال الأجسام والتدريبات الشاقة. انشغل بيج رامي بالرياضة، لكنه لم يهمل دراسته، وتحلى بالعزيمة من أجل إسعاد والديه وليثبت لنفسه أنه متميز. أنهى الشاب دراسته وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية في مصر. بعد مضي شهور قرر والداه الانتقال إلى الكويت نظرا لصعوبة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في مصر. قبل الفتى وسافر مع والديه، وهناك عمل تاجرا للأسماك. لم يتخلى الفتى عن الرياضة، بل واصل تدريبه إلى أن وصل للمستوى المطلوب، ومن هناك بدأت رحلته في مجال الرياضة. عام 2012 شارك بيج رامي في أول بطولة أولمبية للهواة وفاز فيها بالمركز الأول، ومن هنا زاد ثقة الشباب في نفسه. بعدها بعام واحد شارك في بطولة نيويورك للمحترفين وحاز كذلك على المرتبة الأولى. لم يتوقف الشاب عن كسب المزيد من الخبرة والثقة، ويوما بعد يوم حصد ألقابا جديدة وجوائز أفضل. لطالما كان حلم بيج رامي أن يشارك ويربح جائزة مستر أولمبيا التي فاز فيها أرنولد وأوصلته للشهرة على المستوى العالمي، وهي تعتبر أكبر وأهم لقب لمحترفي كمال الأجسام في العالم. إلا أنه في عام 2020 وبعد تلقيه لدعوة المشاركة في مستر أولمبيا أصيب رامي بفيروس كورونا، والذي شكل خطرا على مشاركته وتحقيق حلمه. إلا أنه أصر على المشاركة في بطولة مستر أولمبيا، وانتهت بفوزه على منافسه الأمريكي. وبذلك يكون أول مصري وثاني عربي يفوز ببطولة مستر أولمبيا. هل تعرف أبطالا آخرين من بلدك وصلوا للعالمية في ألعاب رياضية أخرى؟ شاركنا بأسمائهم.